بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس فارس في المقطع الجديد. مقطع اليوم راح يكون الهلال او نمط المهن الهلال حلقة جديدة. قبل ما يبدأ المقطع اشتركوا في القناة، خلونا نوصل 55,000. اعتذر عن القطع الكبير صارت دي السلسلة، بس والله صارت ظروف والسوني خرب والحين رجعت وكل شيء. على العموم احنا حققنا الدوري الموسم الماضي، فهدفنا هذا الموسم ابدا مو الدوري، هدفنا دوري ابطال اسيا. عندنا مباراة امام شاندون، راح نسوي سكيب مطول لمباراة النصر، يعني نشوف المباراة سوا. الفتح الوحدة كلها سكيبات، نبغى ننهي اليوم او نوصل اليوم لنهاية سوق الانتقالات، ويصير الحلقة القادمة عندنا الاياب وزي كذا، عرفتوا كيف؟ فخلينا نخش بسم الله على مباراة النصر. راح نسوي له محاكاة مطولة طبعا. شفت احنا جبنا مين في الحلقة الماضية؟ جبنا عدة اسماء جديدة في الفريق، مثل يعني الرباعي، وجبنا فيتو اللي انتقل في الحقيقة، راح نبدأ فيه اساس اليوم، وخريبير رجع من جديد للفريق، وهذا الاسماء الموجودة. حبيب الوطيان برضو جبناه، حبيب الوطيان موهبة شابة بس يبغى له فرصة وبإذن الله يتطور. فحارسنا المعيوف الشهراني البريك، البريك والشهراني 75 كل واحد، البليهي جنج كويلار كنو جوفينكو فييتو كاريو غوميز. ندخل على المباراة نسوي له محاكاة مطولة، نشوف مع بعض النصر آدم جوليانو عسيري والشهري، هذول هجومهم طبعا يعني الرباعي، بعدين بتروس بجانب الصليهم، عمر هوساوي عبد ال او عبد الله مادو وجيانغ او جانغ يونسو الغنام، والحارس الكوت ديفواري جوهو، ذا حارس انا اعرفه طبعا موجود في العملاء الاحرار. على العموم تبدا المباراه باذن الله ثلاث نقاط في الجيب يا جمهور الهلال ويا متابعين المقطع باذن الله. العبوا يا شباب، بيت الشله كلكم مساكين، نبغى فوز ها، نبغى فوز. ربيعي طبعا لسه ما بلعب اساسي الحين، ممكن فاس نعتمد عليه بشكل اساسي. خطيرة الآن تبدأ أول كرة الفريق، السلام عليك الله عليك، لكن صدع الحارس، صدع حارس النصر. خطيرة للنصر، جول 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 أول عن طريق جوليانو. جوليانو طبعا موجود في الفريق، حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل، سجل علينا الأول. يلا يا بيت استرجع فيه، استرجع يا شباب نبغى الفوز. يلا يا عيال العبوا العبوا، حلو البريك. هذه كراتي أنا أعرف أجيب كور جيدة عرضية، بس القميز جول عرضية في منتصف ال 18. جات الكوريلا شفتوا، هي لو جات الجوميز كان بدر. كل عين على جوفينكو في هذه المباراة، يبدأ اليوم أساسيا بعد عودته من الإصابة، فترة غيابة لم تكن طويلة لكن جعلت الجميع يفتقد في الملعب، لاعب ذو قيمة كبيرة دائما يعطي الإضافة، اليوم عودته سيكون لها تأثير كبير من الناحية المعنوية، والكل جاهز ومتحمس لرؤيته في الملعب الجديد. يا الله شفت الاعتراض، جاء في الوقت اللي كانت فيه خلاص الكورة، الكورة كانت تقول لو راحت المدخل. لا 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 بتروس المعيوب، قول له يا شيخ يا سلام يا سلام. النصر سجل الثاني بكل ما أنا خلاص المباراة يعني طارت من يدي، فراح أدخل سلم الدوسري والشلة عشان لا يزعلوا علي بعد المباراة، وبعدين بسوي له سيك ونقول تحرك الشباب باس جمب ريزولت 2-1. طيب عادي، انا قلت لكم هدفي ابدا مو الدوري، نبي نجيب اسيا، نبي نجيب كاس الملك والسوبر وذي البطولات وخلاص، في كاس الملك والسوبر راح نلعبها على جنب باذن الله. اما تقول لي دوري ما دوري، لا لا ابدا مو هدف الدوري. على العموم الان نبي نروح نسوي لمباراه الفتح، راح ادخل الشله اللي هم الرباعي وكم لاعب جديد كذا، نبي نعطيهم فرصه، منهم حبيبي الوطيان، ابى اشوف ايش يسوي حبيبي الوطيان قدام فريق السابق، هل كذا انه يحن عليهم ويقول لا فريق السابق ما سجلوا زي كذا، او اني ما بدع يعني ولا لا؟ خلينا نشوف ايش يسوي حبيبي الوطيان قدام الفتح باذن الله. على العموم جانا عرض انتقال ولا ما جانا؟ لا ما في، بس في مراقبه، ما يهم المراقبه حاليا. حاليا عندنا مباراه امام الفتح، راح نعطي اللعيبه الثانيين فرصه امثال سلمان الفرج، الشله الباقي يعني سعيد الربيعي اساسي بدال كانه بهذا الشكل، المعيوف يلعب حبيب الوطيان وغيره يعني في صالح الشهري، راح استدعيه للمباراة بدال قميز. صالح الشهري يعجبني كثير، هو مهاجم نفاسية ترى، ما انتوا عارفين يعني تتذكروا الحلقات انه صالح الشهري مهاجم نفاسية. على العموم خلاص ما نبغى نطول الكلام، نسوي محاكاة للمباراة باذن الله، انه حبيب الوطيان قده وقد الثقة وراح يجيب لنا النقاط. يس لا تعادلنا 1-1. راح اخلي الوطيان حارسنا الاساسي في الدوري، ابغاه ياخذ جاهزيه اكبر، عارفين علي؟ لانه حارس ممتاز، لو اخذ الجاهزيه كامله فيتطور بسرعه، عارفين؟ فعشان كذا انا بخلي مبدئيا الوطيان كشكل هو الحارس الاساسي عشان يتطور. يب نقدم ونرجع لكم. طيب الوطيان صار جاهز انه يصير هو حارسنا الاساسي، خلاص
بدأ تزيد الجاهزية عنده. على العموم احنا ما راح نلعب بالأساسية، راح نلعب بالاحتياطية عشان آسيا وذا الكلام، فاهمين علي؟ فراح نلعب تشيتشيريتو وغوميز، كاريو وفيتو بهذا الشكل. فينك فيتو؟ كنو راح يكون أساسي عشان لاعب سلمان الفرج. جحفلي لا، راح نلعب البليهي، البليهي مع جحفلي. حلو حلو. العليان أمير كردي والحارس الوطيان بإذن الله، أنه الفريق يعني يخرج بتعادل، أنا ما يهمني الفوز، يهمني حاليا نركز على آسيا. والله الفريق كفو رغم كل شيء، فاز 3-0 والوطيان كلين شيت. بطل يا الوطيان، بطل خلاص. قال لهم هذا هو زمان الوطيان، قال لهم الوطيان زمان والحين جاء. لا تقول لي مدري مين ومدري مين، هذا زمني كذا. قال لهم الوطيان، قالوا له والله الوطيان يا حبيب وكذا وشغل. قال لهم لا انا يعني انا. قاموا قالوا له خلاص طيب يا وطيان ولا تزعل. شفتوا كيف؟ على العموم عندنا مباراة شاندونج مرة صعبة ومرة قوية بكل امانة. راح تكون تشكيلتنا بالشكل التالي، راح يكون عندنا الحارس المعيوف جنج والربيعي، راح نعتمد على الربيعي خلاص، بس راح يكون جنج على اليسار والربيعي هنا. البريك الشهراني، ياسر، عطيف، سلمان الفرج، كنو، صالح الشهري، واحتياطي له عمر، او لا اقول لكم عمر خريبين هو الاساسي، لاعب اسيوي، عارفين علي؟ صالح الشهري دكه، كاريو الدوسري، يعني جانبنا هم خريبين، كاريو، جنج، وجوفينكو، جوفينكو كحل يعني، نعم كحل، والله فيتو كحل اكثر، اكثر قوه واخطر، استدعي فيتو، فوز الطريس، خلاص تكتيك مناسب جدا لاسيا. على العموم طولت كثير في الكلام، ندخل على مباراة شاندونج ونرجع لكم بإذن الله. هي مباراة تحصيل حاصل، يا تفوز ويا زعماء يا خلوا البطولة بكل مكان. شاندونج اوكي فريق محترم، لكن الهلال اقوى، الهلال اقوى، هذول لعيبة شاندونج. معكم المعلق فارس عواض والمشاهدين الاعزاء واللحظات على انطلاقة مباراة الذهاب للدور ربع النهائي. مباراة نتمنى بان ترتقي لمستوى التوقعات، الكل يتحدث عن افضلية الفريق الضيف على البرتغالي، مع البرتغالي تلخبط شوي، لكن كرة القدم في عوامل كثيرة حتى تحسم المواجهة. أكيد أصحاب الأرض متحمسين لهذه المباراة، يتمنون الاستفادة من جماهيرهم في الضغط على الخصم، وبالتالي سيلعبون من أجل أمل تحقيق المفاجأة والفوز على هذا الخصم الصعب. قولوا معاي السومة خدعته، تكون السرعة ضعيفة. لا لا ما هي ضعيفة ولا شيء، سريعة. رمية تماس، في مشكلة في السرعة. شوف يا سلام يا سلام، سلمان يا الفرج، يا لعيب يا لعيب، أندري كاريو، يا عمري يا كاريو، سلمان الفرج، يا الله، كرها تخذ بينه وبين زميله، يا سلام، أندري كاريو، سالم، كرة باتجاه المرمى، الرقم 10 الجديد ما ضبطت معاه، محمد كنو، تمريرات عديدة بين اللاعبين، سالم، فاول، فاول للرقم 10، والله خطف. فاول لمصلحة الهلال، كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم، يلعبها بكل اعماق قلبه، تمركز ممتاز من حارس المرمى، تأس يساعد في قطع الكرة. يا سلام يا سلام، كيف تلاعب فيه، يتقدم بالكرة للهجوم، يا سلام يا سلام يا سالم، كاريو، والله سالم لعب، تقطيع سليم بيبعد الخطورة، بس والله مو بالسالم لعب فيهم، حتى هم لعبوا فيهم لعب. والله يا معيون عبد الله يتواجد في المواقف الصعبة، عبد الله يتواجد في المواقف الصعبة بكل أمانة. شوف ظهر، ظهر في المواقف الصعبة، جنب، يا سلام عليك يا جنب، سلمان سلمان، شوف سلمان، شوف شوف الروقان من سلمان، شوف خريبين كيف يعطيها لسالم. الشوط الاول يقترب من نهايته والهلال لم يسجل، سالم كيف راح يراوغ على الطرف. عمر خريبين، سلمان الفرج، تعال بريك، بينية خطيرة، تصويبه باتجاه المرمى، اقسم بالله كورة ممتعة، والله العظيم متعة، والله العظيم متعة يا هلال، والله العظيم متعة. شفتوا اللعب كيف؟ شفتوا الترتيب كيف؟ شوفوا البريك حطه الخريبين، خلاص قل له سجل، خريبين قل له ابشر ابشر ابشر، جول 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 للزعيم، الهلال يسجل الاول.
الفريق مرهق بكل امانه، لياقتهم مره تعبانه، فعشان كذا راح ابدا اسوي تبديلات، راح ندخل فيتو من الحين، صالح الشهري ايضا، سلمان الفرج الكابتن شكرا لك، وندخل ناصر الدوسري، وبقيه المباراه راح نسوي لها سكيب كامل. بس ننتظر الكره تطلع، ممكن نسجل هدف قبل ما او تطلع الكره. مدرب الفريق الضيف على وشك انه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. ممكن. قلت لكم ممكن جنك الى خريبين، خريبين لسالم، سالم طار، سالم طار على الطرف، قال الخريبين كره هدف لخريبين. يا الله مستحيل هذه اللقطه. شوف الكره اللي غيرت مسارها والله على اخر خدعت الجميع، لمسه واحده. يا سلام يا الله، ايش الحظ هذا؟ هذه الكره كانت في المرمى لكن المدافع. اذا الان نسوي سكيب الكامل للمباراه، جمب تو ريزلت، ان شاء الله الفريق فاز. حلو، فزنا 1-0، الفريق كفو، الفريق ما قصر، قدم مباراه ممتعه، ان شاء الله انه متاهلين للدور القادم باذن الله. على العموم عندنا مباراه امام الرايد في الدوري، راح ندخل فيها بالتكتيك الاحتياطي، عاجبين اللعيبه الاحتياطيين، الجدعاني هو حارسنا الاحتياطي، يا ليت تركزوا على هذا الموضوع يا فريقنا. مو الجدعاني اقصد، الوطيان، ابو الوطيان يتطور اكثر واكثر، ابو الوطيان خلاص يقول لهم انا لاعبكم الاساس من اليوم ورايح خلاص، لانه المعيوف يعني كبير في السن، عرفتوا كيف، انا بنعطي الوطيان فرصه. طيب نسوي محاكاه للتدريب. حلو، اللعيبة وحوش ما شاء الله تبارك الله، والله عندنا فريق قوي ترى، دكة أساسي كل النواحي ما شاء الله فريقنا قوي. طيب أتوقع أنه قادرين نهزم الرائد بإذن الله بكل أمانة، حتى لو كان الرائد فريق خطير لكن نقدر عليه أكيد. قوميز أنت أساسي فيها، أبا من أبا ومش اسم ذاك المثال تعرفوه أنتم، شاء من شاء وأبا من أبا. جفينكو فهبري دكة، نجيب كأنه كشكل بس، وفينك يا فييتو الوحش، تعالي فييتو. جيفينكو صانع لعب، انت تعال الدبليو البلاهي، الشهراني يلعب، لا معاكم حق، البلاهي يلعب ظهير ايسر، جنق وجحفري، لا لا تشكيلة جدا ممتازة، ثقتنا عالية فيك الوطيان، بإذن الله كلين شيت تمام الرايد، ان شاء الله الفريق يفوز. حلو حلو حلو، فزنا 4-0 وكلين شيت ثاني للوطيان. لا الوطيان داخل بقوة الدوري ذا الموسم، قال لهم هذا زماني، يأتي زمان سيكون إن شاء الله الوطيان فيه الحارس الأول في المملكة، يعني أنا أقصد هنا عندنا في الكرين مود. خلينا نشوف، تشريتو عنده 3، عنده هدفين، البريك عنده 3 أسيست، كوميز عنده 2 أسيست، الوطيان عنده 2 كلين شيت، وحش الوطيان ما شاء الله تبارك الله عليك، ما شاء الله تبارك الله عليك يا ولدي يا وطيان. طيب طيب طيب، البريك تطور، البريك تطور، صار 76 ما شاء الله تبارك الله البريك. خلينا نراضي اللعيبة اللي هنا، انا حاط اللغة الانجليزية ما عليكم، ان شاء الله في المقطع الجاي خليها عربية عشان البعض لا يزعل مني، طولت كثير في الكلام. على العموم خلاص هنا راح نوصل نهاية المقطع، اذا حابين نستمر في هذا السلسلة وصل هذا المقطع 500 لايك، خلينا نسوي معاكم الجلستين التدريبية الاخيرة عشان نبغى الوطيان يكون 100% في المباريات القادمة باذن الله، من ناحية اللي هي الشارب نس يصير يتطور اكثر واكثر، لانه حارس جدا ممتاز وعاجبني كثير بكل امانه. فخلينا نشوف، حلو اللعيبه قاعدين يتطوروا ماشيين صح. الوطيان كيف؟ لا الوطيان بدا يزيد، صار 61 ما شاء الله تبارك الله، فراح يزيد اكثر مع الحلقات القادمه باذن الله. اعطوني رايكم فتعزيز ثقتي للوطيان والربيعي واللعيب الشباب. كان معكم فارس فارس اوفيشال، شكرا لكم على متابعه المقطع، ولا تحرمونا من دعمكم، باذن الله الحلقه القادمه راح يكون عندنا تقريبا نخلص من هذا الشهر كامل، وبإذن الله راح نوصل نصف نهائي آسيا، ويصير اللي بعده نصف نهائي آسيا، واللي بعده بإذن الله النهائي، 3 حلقات قادمة كلها إن شاء الله راح تكون قوية. شكرا لكم على المتابعة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، مع السلامة.